مساء الخير. شرفوا شغلنا الفلاش. مساء الخير. والله طفي افضل من طفي بلا، خلينا هيك على الطبيعه ما فيها. مساء الخير لكل اللي عم بتابعني عبر حسابي الشخصي من داخل سوريا وخارج سوريا. طبعا هلا انا موجود على المحلة الصراحة، والله قهويات وقعدة بتاخد العقل. حبيت اطلع معكم بهاللايف لحتى نحكي شوي، ننقل الصورة ونورجيكم كيف هالناس قاعدة على هالمحلق وعم بغير جو. طبعا أنا بدي أقول شغلة، إنه من قبل الأزمة معروف بحلب إنه الناس بالأيام مشمسة وبالجو الربيعي وبالصيف تطلع الصنم على المحلق، وبتغير جو وبتشوي، وهلا في روايح شوي كمان. ان شاء الله يوم الجمعه هيك بجيكم هون بكون ازلي اكثر من هيك بالزحمات. بكل الاحوال يعني هذا المباشر شوي لحتى نورجي الشعب الذي يعشق الحياه. أنا ما عم أقرب من الناس، عم صور من بعيد لأنه هي خصوصية الحقيقة ما فينا نقتحمها. لكن بدي أقول شغلة، طبعا هذا المحلق كما علمت أنه تم إقرار مشروع المتنزهات الشعبية على المحلق من دوار المهندسين لدوار اللي رموه السنة الماضية. ما بعرف إذا المعلومات دقيقة، لكن كما علمت في السابق أقر موضوع المتنزهات الشعبية لضبطها وتقديمها بطريقة لبقة وإلى آخره وكذا. مشروع، لاحظوا، متنزهات شعبية، يعني هذا ما بده شيء، يعني ما بده اختراع زرة وما بده أبراج وما بده بنى تحتية وما بده مخطط تنظيمي وما بعرف شو وإلى آخره، وما بده مكتب تنفيذي محافظة، وما بده أمير المؤمنين يوجه وإلى آخره. أقر المشروع، مرحبا يا شباب، لكن بقدرة قادر بتوقف هذا المشروع. ليش توقف هذا المشروع ما بنعرف، شو السبب ما بنعرف، لكن حرام يعني هذا المتنفس هو متنفس أهالي حلب، المحلق بشكل كامل، والناس ترتاده دائما. قلت لكم بأيام الصيفية بالربيع بالأجواء الحلوة، بلاحظوا كيف يعني العائلات موجودة جوا. طيب شو المانع هالأحراش هاي كلها ما يكون فيها مشروع منظم حضاري لبق، ينعمل عن طريق أكشاك، نماذج موحدة، مثل كل ما بعرف. أنا هلأ إذا بحكي بغير محافظات بقولوا لك والله عم بيحكي وإلى آخره. طيب أنا الآن بدي أقول مثلا يعني كورنيش طرطوس مثلا قدي حلو الكورنيش ومنظم هيك وكذا وإلى آخره. طب اليوم مدينة مثل مدينة حلب ما يكون فيها المحلق منظم بمتنزهات شعبية، الناس ما عندها قدرة تروح تقعد بالمطاعم وتدفع فواتير وإلى آخره، فهي عبارة عن أنه هذا المتنزه بيأمل لك كل شيء، موجود باللادقية، موجود بطرطوس، موجود بالمرتفعات الجبلية كمان، بلاقي أنه في زوايا موجودة كمتنزهات شعبية والناس عم ترتادة. طيب هاي الناس من حقها أنه يكون عندها متنفس شعبي بهالمناطق هاي مثل ما عم تشوفوا. فيعني أنا بستغرب ليش أقر المشروع وليش توقف المشروع. عنا نحن كورنيش الإذاعة، هل يعقل الآن كورنيش الإذاعة لم يتم استثماره كمتنزهات أو أي شيء، علما أنه أحلى وأجمل إطلالة في مدينة حلب ومطل كورنيش الإذاعة على كامل مدينة حلب. كتير من الشغلات البسيطة
التي لا تحتاج سوى لرتوش لحتى نغير بالشكل. أما المضمون بيتغير بكتير من المشاريع الاستثمارية اللي نحن التعى قلبنا وعم نحكيها. وبتشوفوا شو رح نحكي، مشاريع متوقفة. يعني هلأ نحن ما رح نحكي بس على المشاريع اللي لازم تصير، في مشاريع. يعني انت اليوم بعتولي ناس انه عم نحكي على الأبراج، وطيب ما في جمعيات بالحمدانية وبالريادة وما بعرف شو، صلوا 20 سنة و 15 سنة وما 5 سنين من التحرير لهلأ ما تابعوا هالمشاريع. فمثل ما عم تشوفوا، يعني أنا طلعت معكم بهاللايف الحقيقة أول شيء لحتى وضح كتير أمور. يعني الأخبار اللي نزلوها أنه رح نبعد شوي ندخل لجوا، الأخبار اللي نزلوها أنه بسبب نشري وحكي ونقدي للمسؤولين تم إلقاء القبض علي وكذا وإلى آخره، هذا شيء يعني مشكلة. نزل صفحات مقرفة، ما بيعرفوا يكتبوا يعني الحرفين، فواضح تماما مين دافش. ما حدا بيحكي معنا، لا حدا بيقلنا شو، لأنه نحن بنعرف شو عم نشتغل. ذكرته صحة وهنا. اسمحوا لنا هيك أصور من بعيد معلش. لا لأنه هي خصوصية يعني. شو كيف الشويات؟ مرحبا. هلا انا طالع مباشر عم بحكي كم شغله، انه عم بقول لهم ليش ما بيعملوا لنا متنزهات هون؟ يعني الناس تقعد تاخذ راحتها، يتامن بنا خدمات هيك حلوة. اي وخاصة يعني الامور هيك ميسرة، ما بدها شغلات رتوش بسيطة. بالضبط، شغلات مهم كثير والله. العاب خد شو؟ اهلا وسهلا، كيف صحة؟ بس والله اليوم انا كثير يعني كنت هيك يعني تابعتك على المباشر اليوم على الفيسبوك. كان يعني كلامك اليوم كان بالنسبه يعني انه المسؤولين عمال انه عم تحكي عن تهجير مهاجرين من العالم اللي عم تطفش، من وين المسؤولين ما شايفه العالم اللي عم تطفش. يعني كان كلامك كثير حلو وواقع يعني على الفيسبوك. طيب انت يعني نحن الحلبيه والسوريين بشكل عام ما فاهم. لا ان شاء الله ما عنده بس احنا بدنا ياخذوا كم قرار كذا من قرارات تفيدنا، من قرارات تفيدنا. يعني اليوم نحن مثلا الكهرباء، يعني هلا انا ببيتي مثلا في كهرباء نظاميه، يعني 10 ساعه لا تجي، بس بالليل انا عم بستفيد منها، بالنهار ما عم بستفيد منها. واذا عمال عندي امبيرات، اذا عم بشغل الامبيرات بشغلوا لي الكهرباء من 10 ل 12، طيب انا بالامبير ما عم بيعوضها كمان. يعني هي سواق ثاني يا اخي، شغلوها بالليل. وين منطقتك؟ قد ايه؟ عن حلويات افراح سبت هلا. منيح والله. هلا خمس ساعات شغل من 6 المساء للساعة 12. هادي عندنا بالصور هنا 15 دفعه. من امتى لامتى؟ هذا الاسبوع شغل من 11 الصبح ل 11 بس بيريح ساعة، لانه بس الحين اساسا ما في كهرباء. لا ما في كهرباء طبعا. انا هون يعني بدي اقول شغله، انه يعني تقريبا بدنا نقول انه 70% من الاحياء الشرقيه منذ تحريرها الى الان لم يتم تخديمها بالتيار الكهربائي. ما مدينا ما مدينا شبكات، ما عملنا شيء ولا بصوت ولا ابدا ولا ابدا ابدا ولا في شيء. نعم بس بالصالحين ما في. هذا يعني ما بننكر شغل وزاره الكهرباء الحقيقه، لانه نحن حتى نحكي يعني، لكن الموضوع بده متابعه، لانه مثل ما بنقول دائما الولد اللي ما ببكي امه استعرض. في شغله كمان بالنسبه للكهرباء، هلا بقولوا متفق معك وجاي معك. لا متفق معنا والله. شادي حتى اصحابي الامبيرات ياخذوا مازن مقاطرجي على 700 ليره. اي عم بياخذوا صح الاكتريا بياخذوا. اي وعم بيبيعوا من شركه بي اس وعم بيبيعوا لبرا. نحن عم بقولوا لنا يعني اهل الامبيرات عم بيعوا مازوت. اذا معناتها الموضوع كمان بده ضبط. بده ضبط يعني هن عم بياخذوا مازوت، عم بياخذوا مازوت اهل الامبيرات. فبقول لك احسن ما ابيع المولده وينتقل ابو سلاف تبعها، ببيعه ب 3,500. استاذ عم بيشغلوا خمس ساعات طبعا، ما بنظلم الكل. لا عم بيشغلوا خمس ساعات
عم بياخذوا 5000 والباقي عم بيعوا لحالهم. طبعا مشكله الامبيرات هي فقط في حلب لانه باقي المحافظات ما عندهم امبيرات. نحن عندنا بحلب طبعا وهي كل المحافظات السويسرية بتعرفها انه مولدات بتقدم كهرباء لبيوت المواطنين. الامبير يبدا من 7000 وينتهي بال 15000 حسب ساعات التشغيل. امبيرين يعني بيشغل لك حتى كمان نشرح اكثر اللي هو بيشغل الامبيرين ممكن برا ما بيشغل يعني تلفزيون لمبات منارات توفير واذا طفيت كل شيء ممكن يشغل برا. ايه اذا طفيت كل شيء كل شيء بشغل برا بالضبط. فهذا الحكي لازم نشرحه في الوقت اللي نحن اذا اجى التيار الكهربائي شو الوضع. اذا اجى التيار الكهربائي يعني ساعتين بهالساعتين يا دوب عم نغسل يعني يا دوب وعمال بالساعتين بتجي نص ساعه بتنقطع 10 دقائق بترجع تجي نص ساعه بتنقطع 10 دقائق يعني ساعتين ما متواصله يعني. هلا انا لكعتكم ولا لا 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 مبسوطين احنا ما انا متحشي بالعكس بدك تكسبك يا استاذ بخير بخير. هلا انا صار لي زمان ما جاي على المحلق صراحه. جيت هلا شفت الناس كيف عم تفاجئت الحقيقه ما تفاجئت لانه نحن بناخذ معنويات منهم بس انه هذا المتنفس الوحيد يعني ما غيره العاب كذا بالضبط يعني أمال نظافه اكثر يعني. هلا شوف لك شغله النظافه كمان هي من اهل المنطقه نحن يعني. هلا نحن عدم وغزه هلا قاعدين عبكف هلا انت حاطين الوسخ كيس بس غير بس ما تفرج هذا الحكي ما بزبط يعني نحن كمان من عنا يعني نحن كمان نحن الشعب منا انه شوي بدنا ضبط وعي بدنا ضبط لانه نفس بالزبط. هذا الشعب بيطلع لبرا بتلاقي على الاتيكيت ماشي بالضبط. نحن مخالف اشاره من حطره ثاني. انا اليوم اكلت مخالفه على فكره. طيب انتوا كل شيء قد تجوا لهون انتوا رفقه شو انتوا احنا رفقه الشاب شريكي الشاب خاله للشاب اخ وحده لي وش الشاب خاله للشاب وصديقي والشاب شو بيشتغلوا بالاحزين اربع ما بنشتغل بالاحزين سنات الاحزين. هلا اليوم هيك شو انتوا كل فتره بتجتمعوا ولا لا يعني كل اسبوعين كل 15 يوم كل 20 يوم حسب ما انه مثلا هلا مثلا مثل اليوم حاطين شغل قدام باب المحل وقام انتشلنا طقم قام قال شباب امشي خرياني وخرياني هاي من الاخير يعني كلفت شغله ايش وكيلو وين كباب كيلو كباب وكيلو شيش ونص كيلو جناح لانه ما لقينا جناح ليش ما لقينا شوي ما في متبلة يعني نحن نجي يعني. من نجاح ايه يعني. خاصة يعني شباب جايين ان شاء الله بصحة وانا بتشكركم يعني انا اقتحمت هالعادة الخاصة بس انا انبسطت بالعادة وان شاء الله هالمسؤولين اللي عم تابعونا ان شاء الله يسمعوكم يعملوا متنزهات العاب للاطفال اهم شيء لانه بالحديقة ما فينا نقعد المشكلة انه هون المساليش تعالى لا انا ما خليت والله ما خليت ابو سعد ولا يعني لانه خلص هلا هلا الشاب لا والله الشاب هلا عم يسوي معلش لو شو عم تقول يعني مثلا ما شيء خالص يعني هلا مثلا سلات مهملات تنظيف شوي الكراسي هون كلها بلا حديد كراسي بلا حديد كراسي بلا خشب عفوا ما في سلات بلا خشب ما في سلات مهملات. نحن عم نطالب بأبسط حقوقنا على فكرة يعني ما عم نطالب مشاريع أبراج ما عم نطالب يعني هلا مثلا يعني أكيد في موظفين هون بخصين سلة مهملات بخصين يعني هون الشوارع يعني هلا نحن هون بس ممكن عم تنحط وتنسرق كمان لا 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 ما هلا أنا بعدي من هون لي طريق كل أسبوع مرتين طريق ما نحطه لا نسرق أبدا يعني بعدين هون مين يسرق يعني هون في شيء صعب هون لك اه بس بدها تجلس بدها من هيك لا لا هو الاستاذ شادي على طول لا انت يعني لا الشعب عارفه يلا يعطيكم العافيه على الصحه وهنا بس ما في شيء تشربوا جبنا شوي جبس ها والله حطينا بتسوي صور عيونك كله تمام حطينا بالترمس معلم عشان تبرد نظامي والله هيك يعني ما استضفناك شيء طول ان شاء الله الف صحه وهنا حبيبي شوفتك احلى شيء السلام عليكم شو الوضع لا لا ما في خصوصية عادي شو رأيك أنا عم طالع على مباشر عم بحكي تفضل السيد إنه نحن أبسط شيء لازم يكون في عنا متنزهات شعبية على المحلة يتزبط الوضع أكشاك هيك موحدة شو رأيك أستاذي؟ أستاذ شادي نحن ما لنا بحاجة لأكشاك موحدة نحن ما لنا بحاجة لأكشاك شو؟ نحن بحاجة في عنا نحن يعني نحن شباب كتير
بالمدارس يعني اليوم. اليوم لما بيطلعوا هالشباب هذول اللي عمرهم 14 و13 و15 سنه بيطلعوا بيلموا هالحجر هذا من هون وسووا مصاطب، سووا مصاطب لهالناس اللي طالب بده يشوي ما يجيب كرسي، يلاقي كرسي يبرك عليه. هاي اول واحد، هاي اول شغله، هاي متنزه الشعبين عم يطلب فيها. نحن معلش يعني هالحجر عملوه مصاطب ما بدنا شيء، نحن عملنا الحجر ما بكلف هالقصه، ما بكلف شيء. ها ويسووا لهالحريمات حمامات يعني في حريمات كثير عم تطلع يعني، ونحن عم نشوف يعني، وهذا المكان الوحيد اللي نحن عندنا موجودين بحلب. وبتمنى يعني انا بتمنى من الكل، بتمنى من الكل اني كلام يكون واضح، ان نحن حريماتنا لما عم تجي لهون عم تروح على مكان ما في حمامات، ما في حمامات، وهذا للاسف يعني. واطفالنا لما عم تجي لهون عم تتوزع حويجه، عم تتوزع خندرات، عم بروح على بيتهم بدهم حمام. انا اسف فهمت لكم العكس، نحن كثير انا على فكره هذا الموضوع هلا انت لفت لي انتباهي لانه انا ما انا كنت ناسي موضوع الحمامات. يخليني اياك مستاذي، مصاطب حمامات يا جماعه، حمامات تنظيف الحجر من اطفالنا يعني، اذا طلعوا يعني. اذا من المدارس طلعوا هي المحلق، نحن ما رحنا على الاحياء الشرقيه على فكره مشان ما تقول. لا 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 الاحياء الشرقيه انتقلت لهون. رح اروح لعندهم والله، الله يعينهم، الله يعينهم. هيك هاي رح الله يعينهم حاجه ل... بس هذا المتنفس الوحيد، وهذا نحن نقدر ندفع فيه غير على من قيادتنا الحكيمه ومن سياده المحافظ ان يكون في انتباه للموضوع. كان اول الاحراج في له كثير انتباه، ابسط شغله يعني، ما نحن أبسط ايوه ابسط شغله انه يعني ما عم نطلب ابراج، ما عم نطلب انه ما عم نطلب اولادنا وحريماتنا. الله يديمكم على كل العافيه. هلا مين ربحان ما قلتوا لي؟ والله انا اذا انت هيك انت المتحدث اكيد لازم تربح. اعطيني يعني مثل ما سمعتوا ومثل ما شفتوا ما عم طالبوا شيء الناس يعني. يا جماعه هنا يعني مرحبا كيفكم؟ شو ناصبين جوج حاني وكل شيء شو بدك؟ طيب هلا لاحظوا معي يعني انه حاطين حبله وعم بيجوجحوا هالولاد. طيب ليش ما يكون في العاب خاصه بالاطفال موجوده هون؟ ما عم نطلب شيء غير هيك، بس هيك عم بيطلبوا الناس يا جماعه. ابسط 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 شيء هالمتنزهات الشعبيه يكون فيها خدمات. معقوله ما في كل المحلق من اول لاخره دورات مياه عامه؟ ليش ما في لم اقرت المشاريع ولا ما لم تقر المشاريع؟ اذا انتم كمعنيين على مستوى حمامات، على مستوى حمامات وتواليتات عامه ما عم ننفذ على المحلق، لسه بدنا نطلع برجيات؟ مو معقول هذا الشيء، مو معقول. طبعا انا والله اخترت المكان عشوائي، وانا هلا رح انزل هيك واروح اتابع معكم. انا بدي حيي هال الف وشوي اللي عم يشوفونا بنفس اللحظه هلا. يعني انا الاوساخ اوكي، المواطنين بتحملوا جزء كتير كبير، الله يعينهم البلديه ما عم بيلحقوا، لكن بنفس الوقت عندما يكون لدي انا مشاريع شعبيه في هذه المناطق تقدم الخدمات للمواطنين، أبسط حقوق، ألعاب أطفال، ألعاب أطفال يا جماعة، شو ألعاب أطفال؟ ألعاب أطفال ودورات مياه، حمامات. نحن على المحلق من أوله لآخره ما في دورات مياه للعموم. ما بعرف بدكم تسكتونا، بتعرفوا كيف تسكتونا؟ عرفوا كيف تسكتونا؟ ما فينا نسكت نحن لأنه ما تعودنا نسكت على الغلط. شو بدكم اعملوا اعملوا، شو بدكم سووا سووا، نحن ما عم نهدد، انتوا عم تهددوا ما بعرف شو، رسائل مبطنة وناس عم تكتب مقالات ودنيا وإلى آخره. هاي أنا عم بطلع معكم بالصوت والصورة من متنزهات شعبية على المحلق، ما عم نطلب برجيات، ما عم نطلب مشاريع تنموية، مشاريع استثمارية، ما عم نطلب شيء، عم نطلب أبسط حقوق للمواطن على على المحلق أن يكون هناك دورات مياه. ما في عنا دورة مياه. قل لي
اللي شو احنا بنتمنى بس شغله وحده ايش شو بنتمنى من المحافظ اي ومن الجهه الامنيه اي متابعه اهل اللي عم بيبسطوا هالبسطات عم بيشيلوا الكراسي عم بقلعوا الخشب الخشب اغلبيه الكراسي كلها عم بقلعوا عم ينسرقوا يعني عم ينسرقوا طيب نعم. شكرا بس هالشغله شكرا يعني اليوم لما انت لما بتعمل هون جينا نحن لانه ما في عشوائيه على المحلق وهلا ان شاء الله ما بعد هالمباشر بكره يطلعوا حمله على هالناس يقطعوا ارزاقهم انا ما هدفي ابدا انه احكي على رزق حدا او كذا انا عم بقول هذا المحلق هو المتنفس الوحيد لابناء حلب فيجب أن يكون هناك متنزهات شعبية دورات مياه ألعاب أطفال منطقة كلها فاضية بس مستنية مين ينظمها يا جماعة فهل يعقل أنه ليس لدينا أي مشروع أنا سيارتي صارت هنيك هنيك ولا هون ما عندنا أي مشروع يقدم خدمات يعني أنا جاي أنا وولادي خيو وعندي ابني انحصر وين بروح بحاله سمعتوا المواطن شو عم يحكي فلذلك أنا طلعت معكم بهاللايف يعني لما مواطن يعني بناشد محافظ لدورات مياه تقيلة والله العظيم يعني كتير تقيلة دورة مياه يا زلمة من أحد الناشد المسؤول هيك هاي حلب المتنزهات الشعبية من مرحبا من المهندسين وقرت إلى دوار اللي رموا فجأة بقدرة قادر بتوقف هالمشاريع ليش توقفت طيب أخي بدكن المجالس المحلية تشتغل اعطوها حريتها للمجالس المحلية يا اخي اعطيها وين الاملاك مجلس المدينة اطلع احكي اشتغل اعمل ولا بس بدك تقعد تشتكي تعمل كتب مشان تشتكي على شادي حلوة شو هيك قالوا لنا والله ما بنعرف نحن هيك وصلنا بدك تشتكي على شو بدك تشتكي على شو بدك تشتكي انت مقصر بشكل فاضح أنتم مقصرون بحق هذه المدينة بشكل فاضح يعني ما بقى واضح فاضح هذا الفاضح تجاوز الوضوح صارت فضيحة لما أنت بتعمل مزاد وما حدا بيقدم عليه حبا يا شباب يعطيكم العافية الله يخليكم يا رب حبيب القلب الله بصورك تكرم لما انت بتعمل مزاد وبتحط اسعار عالية وما حدا بتقدم اذا انت فاشل انت فاشل بكل المقاييس لانه يجب عليك ان تضع خطة من اجل جلب العملية الاستثمارية بالسرعة القصوى وبنفس الوقت بامكانيات تتوافق مع امكانيات العرض والطلب فاليوم انا لما بنتقد ما عم بنتقد مع احترامي لكل شيء اسمه مسؤول كشخص ما لي علاقة فيك أنا لا لي علاقة بمجلس المدينة ولا لي علاقة بمحافظة حلب ما لي علاقة بالمدراء شو بدي فيهم أنا كشخص أما كمنصب اسمحونا كمنصب اسمحونا كمنصب لا بدنا ننتقد وبدنا نحكي لأنه هذا الشعب قدم دم هذا الشعب وهذا المواطن قدم دم طيب شكرا لك هذا المكان لسه الوحيد اللي فيه إضاءة عم بيقول لي محمد زينو الباقي ما اي والله على الطرف الثاني ما في إضاءة ابدا ليك هون شوفوا بنتقل على الطرف الثاني لحتى تتابعوا ما في إضاءة طيب شو الحل اذا على مستوى نحن مشاريع متنزهات شعبية لسنا بقادرين ان نقيم هذه المشاريع فلماذا وجودنا كمسؤولين حدا يجاوبني يقول لي شو مشكلة عقيمة
المشكلة إنه المكياج ما بقى، المكياج بيغطي شهر شهرين، بس بعدين المكياج ما بيغطي العيوب. المكياج ما بيغطي العيوب تماما. فلذلك أنا برأيي اشتغلوا عمليات تجميل صح، لأنه ما رح يمشي حال الترقية، صدقوني ما رح يمشي حال الترقية، والناس شايفة والناس ما بقى تسكت. وهذا كله أنا لسه عم بطلع بالأحياء الغربية وبطلع محلق، ما دخلنا على الأحياء الشرقية اللي نحن المسؤولين لما بيجوا حكومة ما بياخدوهن هنيك، يعني هن بس هيك بطلعوا هيك مسار لشارع فيصل هيك لدوار المحافظة لساحة الجامعة خالصين. والله ما هي حلب، لكن ومع ذلك روح شوف الأرضفة وشوف الشوارع هني. بس يعني الواحد يحكي اليوم أنتم مؤتمنون، لا أما نكون قد الأمانة، مو الثقة انحطت فيكم. طيب ورجونا الشغل، ورجونا الشغل، ما عم لحق التعليقات لا. بس ورجونا الشغل، ما رح طول عليكم، أعطيكم ألف عافية، تصبحوا لألف خير. طلعت معكم بهاللايف وشكركم من كل قلبي. وين ودي اطلع مشان مرته؟ طيب هاي مشان عم تتفرج على اللايف انت فاتي؟ وين يقوم انت قبل هلا وين كنت؟ هلا بس قبل وين كنت؟ انا ما بعرف، انا هلا على اللايف بقلا شفتك من خمس دقايق قبل، الله اعلم. يلا اصبحوا على خير، يلا اعطيكم العافية، اصبحوا على خير.